فقرتنا الأخيرة لليوم يا سالي عن الوعي، ثقافة مجتمعية قادرة تتخطى الكثير من المشاكل بحياتنا. يمكن من خلال جائحة كورونا كان العنوان العريض هو الوعي فقط، لأنه لولا ما ممكن نتخطى هالوباء، ولكن كيف بنكون واعيين حتى نستطيع أن نحمي نفسنا وغيرنا وعائلتنا وأهالينا، وين المسؤولية الاجتماعية ودورها في أنه نتخطى هاي الأزمات؟ هذا محور حديثنا لليوم مع ضيفتنا هنادي عرفات، اختصاصية اجتماعية. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء نحن وياكي انه نحن لازم خلينا نقول الوعي مطلوب بشكل عام، ولكن هلا خلينا نخصص هيدي الفتره اللي نحن عم نمر فيها وكل العالم عم يمر فيها اللي هي جائحه كورونا. لاي مدى الوعي بيلعب دور بكل تفاصيل حياتنا، بحماية أنفسنا وحماية عائلاتنا، بتقديرنا للوضع بشكل خلينا نقول نوعا ما يشكل هيك نوع من الحرص، شوي نكون حريصين، والخوف أيضا مطلوب. الوعي أكيد كتير مهم بهذا الوقت بالذات. الوعي هو قديش احنا بنشوف الأمر اللي عم يحصل على حقيقته من غير تهويل ومن غير تصغير، وقديش نحن قادرين نعمل ردة فعل صحيحة بهذا الوقت. هو هذا الوعي الصحيح. اليوم نحن إذا عم نحكي عن مسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع، فالقصة بالشيء اللي عم يصير بالبلد، ونحن بنتمنى السلامة أكيد للكل، ونتمنى نطلع بأقل الخسائر بإذن الله. إنه أنا ما عادت القصة بتخصني أنا بس، القصة مو بس أنا إذا مرضت أو أنا ما مرضت، قديش بدي أكون واعي لتصرفاتي وقت بطلع خارج بيتي وقت برجع لبيتي، إنه أنا الشيء إنه يا ترى حامل الفيروس مالي حامله، عم بنقله لغيري ولا ما عم بنقله لغيري، شو الشيء اللي لازم أتصرفه حتى أحمي الآخرين. يمكن اليوم القصة تعدت من إنه أحمي نفسي بس، صرنا عم نناشد إنه نحمي الآخرين. أنا في عندي أم بالبيت، في عندي أب، في عندي طفل صغير يمكن ماله قادر يتحمل الإصابة، في أشخاص مناعتهم ضعيفة. أنا قديش من خلال تصرفات الوعي ومعرفتي أنا شو لازم أتصرف بقدر أحمي هذا المجتمع الموجود اللي حواليه، وهي هي يعني البنية الأساسية للمسؤولية المجتمعية اللي أنا اليوم كشخص أو نحن كل شخص فينا لازم يكون متحملة بهذا الشيء والوضع اللي نحن عم نمر فيه. أكيد كل شخص فينا لازم يعني يبلش من نفسه، مش ما ينتشر فيروس كورونا عند الكل. لازم نحمي حالنا، نحمي أنفسنا، نحمي عائلتنا. بس في أشخاص يعني بعدين عن الوعي بهذا الموضوع، إنه ما عاد تفرق معهم، يعني الكورونا انتشر ما انتشر إنه هنا ما بيهمهم، حتى النظافة الشخصية صاروا يبعدوا عنا، حتى ما عاد في تباعد اجتماعي، بعدوا عن كل هاي الأمور. هل ممكن نسمي هذا وعي زائف، ولا شو ممكن نسميهم؟ كيف ممكن نرشدهم نحن للطريق الصحيح؟ لا، هو هذا ما الوعي زائف، هذا انخفاض وعي. انخفاض بمستوى الوعي. الكورونا هو شيء ما بدنا نخاف منه كتير، هو شيء يمكن ما بيكون بخوف، بس نحن مرت علينا فترة حافظنا على كتير قصص خلال فترة الحظر، والحمد لله كانت مستوى الإصابات كتير كتيرة. بعدين فينا نقول صار تفلت، صار قلة وعي، حسينا أنه القصة بسيطة. لا، أنه نحن الشعبي اللي مر علينا كل هالمشاكل، هلأ فيروس بده يعمل فينا قصة. لا، الصراحة مو هيك القصة. القصة أنه بشوية يعني هيك تصرفات، بشوية سلوكيات، بشوية شغلات بسيطة، أنا بحمي نفسي وبحمي الآخرين. إني استهتر، إني ما حافظ على مسافة أمان بيني وبين غيري، إني ما ألبس الكمامة بأماكن عامة خصوصا بالمواصلات العامة. أن إحنا ما عم نقول للناس لا تطلعوا بوسائل المواصلات العامة، ما عم نقول لا تعملوا، بس عم نقول خليك محافظ على حياتك الطبيعية. بس ضمن هاي الحياة صار في سلوكيات جديدة، نحن لازم تكون من ثقافتنا الجديدة اللي لازم نسلكها لحتى نحافظ على نفسنا. فيني روح على شغلي، فيني ساوي كل واجباتي، فيني اعمل كل شيء، بس اضافة لهي الواجبات اللي انا تعودت خلال الفترة الماضية اني ساويها، صار ممكن اعمل تصرفات يعني سلوكيات هيك شوي اكتر حافظ فيها على صحتي وحافظ فيها على صحة الناس اللي حوالي. بالنهاية القصة ما لها سهلة. لا اكيد القصة ما لها سهلة، وقصة ما لها لعبة ايضا. تمام، نحن نستهتر فيها، وخاصة الاهل يلي هلا عم دور طبعا ويقع على عاتقهم مهمة ومسؤولية بتوجيه اطفالهم ولتوعيتهم لهذا الفيروس بطريقة ممكن. يعني ليش ماما عم نلبس الكمامة؟ امه تخبره ليش لازم يلبس الكمامة. الولد بيتضايق من اي قصة بتمر. تمام. ولكن دور الاهل هون قد ايه لازم يكون
أساسي، قديش لازم يكون دور الأهل منطقي مع أطفالهم ويشرحوا لهم بكل شفافية أنه نحن بخطر. تمام، خليني أحكي هون عن موضوعين. قديش تصرفات أول شيء أنا كأم أو كأب أو كشخص قدوة لطفل، يعني نحن بنلاحظ أنه الولد وقت بيكبر في شيء ما بننتبه له أبداً، أنه الأم والأب هنا قدوة بتصرفاتهم باللاوعي للطفل بيبقى. شو الأم والأب بيساوي؟ الطفل لحاله بتلاقيه عم يعيد التصرف، يمكن هو مو عرفان ليش هيك عم يساوي عم يعمل، بس أنه ماما وبابا هيك بيعملوا فأنا بعمل مثله. فقديش اليوم أنا وقت بلتزم بالكمامة، بلتزم تصرفات النظافة الشخصية، بعلم الطفل من غير ما أقول له عمل هيك وساوي هيك. وكتير مشكلة إنه نحن مجتمعاتنا للأسف نحن بنقول للولد عمل وساوي ونحن ما بنعمل وما بنساوي. إيه أنا كبير، شو يعني أنت كبير؟ الولد ما بيستوعب أنت كبير، أنت قدوة، الشيء اللي أنت بتعمله أنا بكرره. هي وحدة. تاني قصة الحوار كتير مهم. أنا ما استصغر إنه هذا طفل، روح لعنده أحكي. اليوم نحن فايتين على مرحلة، كمان شهر كمان يمكن المدارس ترجع، بتمنى إنه المدارس ترجع ويرجع الوضع طبيعي. قديش مهم أنا أحكي للولد، قديش مهم أنت تحافظ على حالك، تحافظ على الطفل اللي قدامك، على رفيقك بالصف، على آنستك، على سلامة كل هذا المجتمع المدرسي اللي أنت رايح عليه. قديش أنت حامل كفرد من أفراد هذا المجتمع المدرسي اللي رايح عليه، حامل مسؤولية هذا المجتمع كله. في شغلة تانية كمان حابة أحكي عليها، إنه هو المصاب بالكورونا كمان إذا بنرفع الوعي اليوم إنه أنت رفيقك حتى لو انصاب فهو يعني مو شغلة إنه لا بعد يعني يصير يخاف، أي مو تنمر. قد أنا وعي تجاه هذا شخص إنه هو مصاب، هو بالنهاية مصاب بالمرض. تمام، بس بدنا وعي الأهل. إذا ابنك مصاب بالكورونا ما تعرضيه خالة الأطفال الصغار. تماما، حرام. كل واحد مناعته مختلفة عن مناعة الطفل الآخر. قديش مهم إنه كمان حسس الولد إنه أي عارض بجسمك تعبر عنه وتقول أنا. يعني اليوم كل يوم حدا عم يشكي عن عارض جديد الكورونا من قبل الشهر الثاني، أعراضها بالعالم كله عم تختلف. بتختلف إن اليوم عم يقولوا لك وجع على المعدة. فانه اي قديش نحن لازم نقول للاولاد انه اي عارض صغير عبر عنه، احكي عنه، نفتح مساحه التعبير. كثير هي القصص مهمه بالوعي، وهذا الشيء بعتقد يعني نحن بالفتره الجايه كثير مهم انه اشتغل عليك ثقافه جديده تصير عنا موجوده بيننا وبين الاهل. انا كثير بدي اسوي ثقافه الحوار داخل الاسر. اكيد، يعني وهي ثقافه راقيه. تمام، بتدل على الوعي. اكيد بدها تدل على الوعي. يعني حكينا كثير، قلنا انه الوعي مطلوب ولازم الاهل يكونوا قدوه، ولكن المستهترين خلينا نبدا كل واحد من نفسه. ما عليه، نحن نحط كمامه، لو مثلا غيري مو حاطط كمامه انا بدي احط كمامه. لاي حد انه البدء من الذات، ننطلق من ذاتنا لنغير واقع. يعني ما رح نشوف نحن بالشارع كلهم حاطين كمامات، أكيد، ولا كلهم حاطين كفوف، بس أنا حاطة كمامة وكفوف ممكن نقعدي غيري سيري حط كمامة وكفوف. هلا أنا على طول إذا حطوا الكمامة والكفوف بالشارع عم يتسلط الضوء عليهم، كل العالم بتصير عم تطلع عليهم كل الطريق، ليش حاطين الكمامة والكفوف؟ هلا حاليا صارت نسبة الكمامات صرتي بتشوفيها صار شيء مألوف، كان شيء ما له مألوف، هلا تقريبا صار مألوف. أنا بقول على طول إنه التغيير يبدأ من الداخل، والتغيير مسؤولية شخصية. يعني أنا ما بتغير إذا أنت تغيرتي، لا، أنا اللي بدي أتغير، أنا اللي بدي بلش بالتغيير. فخليني أنا أكون قدوة مثل ما حكينا بسلوكياتي، حافظ على الكفوف، بس انتبه إنه بدي ألبس الكف ما أكل وأنا لابس الكف، لأنه الكف ممكن يكون أصابه فيروسات. يعني نوعا يعني فعلا نحن بحاجة ثقافة وعي كتير عالية. بلش بسلوكياتي أنا، بلش بنظافتي الشخصية، وبتمنى بصير قدوة ونكل كلياتنا منشير نشبه بعض. أكيد كل شخص قدوة نفسه وقدوة المحيط، وكلياتنا أكيد بدنا نتخطى أزمة كورونا إن شاء الله بإذن الله. هي مسؤولية يعني أكيد شخصية. مسؤولية شخصية. خلينا هلأ نتابع بعض النصائح مع زميلتنا ليا نحا، ومنرجع نكفي حديثنا. للوقاية من فيروس كورونا المستجد، احرص على متابعة آخر المستجدات على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية. معظم الأفراد الذين يصابون بالعدوى يشعرون بأعراض خفيفة ويتعافون، ولكن الأعراض التي قد تظهر بشكل أكثر حدة لدى غيرهم، فلذلك احرص على العناية بصحتك وحماية الآخرين بواسطة التدابير التالية: اغسل اليدين بانتظام،
فإن تنظيف يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي من شأنه أن يقتل الفيروسات التي قد تكون على اليدين. احرص على ممارسة النظافة التنفسية، فالحرص على تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال والعطاس، ثم التخلص من المنديل الورقي فوراً بإلقائه في سلة المهملات. تجنب الاقتراب كثيراً من الناس، احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد ثلاثة أقدام بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس. تجنب لمس العينين والأنف والفم، فإن اليدين تلمس العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات، وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين والأنف والفم، ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ ويصيبك بالمرض. التزامك سيساعدك على منع أي انتشار محتمل لفيروس كورونا وغيره من الفيروسات. يعني سمر، مع هذه النصائح أكيد إن شاء الله يكونوا مشاهدينا قدروا يستفادوا أكيد مع ضيفتنا اللي عطتنا أيضا معلومات. أكيد كثير من النصائح من ضيفتنا، أكيد كثير حكينا التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وكثير من الأشياء الثانية. خلينا نحكي كيف النصائح الأخيرة الأهل لأولادهم للأطفال، بما أنه للأطفال رجعت الحياة بشكل طبيعي تقريبا، يعني الأطفال عم بيروحوا على الألعاب، عم بيروحوا يمارسوا حياتهم الطبيعية مع رفقاتهم بشكل كبير، يعني النصائح الأخيرة للأهل وللأطفال شو هي؟ هلا أول نصيحة أنا بقدمها للجميع أنه ما نخاف. الخوف هو سلاح قاتل صامت، بيضعف المناعة، بيعمل كتير مشاكل، فما نخاف. نحن نكون واعيين أفضل ما نخاف، نعرف شو بدنا نتصرف أحسن ما أقول أنا خايف. هي أول نصيحة. ثاني نصيحة، نرجع ننشر ثقافة النظافة الشخصية بين الأطفال، بيننا نحن كأهل، نكون قدوة لأولادنا. على طول أطلب منهم أنه يحافظوا، يغسلوا، يهتموا بالتباعد، اشرح لهم ليش، لأنه أنا ما بدي بعدك عن رفيقك، لأنه في شيء بده بينتقل عن طريق الهواء، ممكن أنت تنصاب فيه، ممكن تتأثر فيه. يعني هي أهم النصائح بعتقد حاليا، ما في شيء بخوف في النهاية، هو يعني عالميا أثبتت أنه نسبة شفاء منه كتير يعني عالية، ما لها سهلة. في أشخاص الله يرحمهم عم يموتوا بس هن بيكون في عارض صحي تاني، ما مو هيك، فشوية وعي أنا ممكن أحمي حالي وأحمي غيري، ما بدي أكثر من هيك. أكيد دائما نحن ما بناخذ الأمور بالقصص السلبية، كمان القصص الإيجابية بأزمة كورونا، كمان مثل ما قلتي دشت ثقافة الحوار عنا بالعائلات، صرنا نحكي كلياتنا مع بعض، صار عنا دائما نشاطات مشتركة، كمان في فعلا رجعنا لأن نشاطات مشتركة جوات العائلة، يعني فيها كمان شيء إيجابي أزمة كورونا، وإن شاء الله حتمرق على خير. وشكرا لك دكتورة، شكرا لنصائحك القيمة، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك.